يعني زي ما انتم شايفين احنا بنهاية حلقة اليوم من حلوة يا دنيا، حابين ان نودعكم من يعني قلب معان ومع فرقة معان للفنون الشعبية. ابو يزن يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك. اهلا وسهلا فيك. طبعا يعني فرقة معان احنا بنعرف انها تأسست سنة 81، ويعني خبرونا عن نشاطاتكم المستقبلية. الحمد لله فرقة معان تأسست زي ما حكيت 1981، وفرقة معان بتقدم الفولكلور الأردني نعم بشكل عام والفولكلور معان بشكل خاص. يعني فرقة مدينة معان، فرقة معان شاركت في أكثر من 30 مهرجان دولي. أها. الحمد والشكر لله، وفرقة معان علم والحمد والشكر لله، وقريبا جدا إن شاء الله ستمثل الأردن في دولة قطر إن شاء الله، إن شاء الله. مهرجان الربيع إن شاء الله. واهلا وسهلا فيكم. اتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. احنا ما ضل لنا بصراحه يعني من بعد هاي الحلقه اللي فعلا كانت مميزه فيكم بحضوركم اهل معان الكرام. كل الشكر لكم انه استقبلتونا، مش بس الناس اللي شفناها، احنا بنعرف قديش محبه الناس وتعاونها معنا وتعاطفها معنا كمان واستقبالها اللي كان فعلا حميمي من بيوتكم. احنا عم بيجينا تليفونات انه قديش انتم مبسوطين من خلال بيوتكم عمالكم بتشوفونا. ان شاء الله حلينا ضيوف يعني خفاف واحنا في بيتنا وفي منطقتنا وبين أهلنا. نشكر كل اللي كانوا معنا فعلا يعني وساهموا في إنجاح هاي الحلقة، من كان من مثلا شركة جيت، أيضا كمان نشكر موفن بيك طبعا، وكمان شركة سحوري اللي كانوا معنا. طبعا نشكر ناشنال بينتس، نشكر كل رعاة هاي الحلقة وكل الأشخاص اللي ساهموا في إنجاح هاي الحلقة. فريق العمل أبدعته. بلاقيكم الأسبوع الجاي على خير. جمعة مباركة للجميع. إلكم تفضلوا. إلكم يلا.